هادو مباريات كانوا يتنقلوا في التلفازه الوطنيه. غادي تقدر تشوف غارينشا في 1958 لاعب مقابله كلها. كيتشو اللي هو كان كيقولوا ليه الرب ديال الاكستيريور خاص الدليل باش يشوفوا، ما كاينش الارشيف. سلام. الارشيف الرياضي ديال المغرب ضايعين فيه بزاف الاجيال الحاليه، بزاف ديال الاحداث الرياضيه اللي كانت مصوره بورتون من طرف التلفازه المغربيه وتفقدات نهائيا. الجيل اللي العمر ديالو فايت 55 سنه حضر على هذه المسائل وشهدها. التلفازه الوطنيه هي اللي سجلتها ولكنها اليوم ما كايناش. غنهضروا في الاول على كره القدم لان هي الرياضه الاكثر شعبيه. مثلا تاريخ ديال كره القدم غالبا اليوم كيبدا من 86. في المخيله ديال الشاب دابا ما غاديش يعرف قبل من 86، اي بورتون كانوا لعابه كبار وحراس كبار قبل من هذه الفتره. مثلا من السبعينات الناس ما كتعرفش حارس عملاق داز سميتو احمد الشاوي، كان حارس كوكب، حارس كبير اللي غادي تكرفسوا عليه في الزاير الكونغو الديمقراطيه الحاليه. ما شافوش لعاب سميتو بيتشو اللي هو كان كيقولوا ليه الرب ديال الاكستيريور، كان كيلعب خارج القدم بزاف ولاعب كبير 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 الله يرحمه. ما شافوش عبد الطيف بكار، ما شافوش عبد المجيد صحيحه، ما شافوش بونو، ما شافوش قاسم سليماني ديال النهضه السطاتيه. مباريات كانت مسجله مع فرق عالميه، مثلا بمناسبه كاس محمد الخامس اللي كان كيتنظم كل سنه، راه بايرن ميونخ بيكن باور وماهيار ديالها وميولر جات لهنا ولعبات ضد النهضه السطاتيه، راه برشلونه بكريف ديالها جات لعبات في المغرب، ليطوال روج دو بلغراد، هادو كلهم تسجلوا المقابلات ديالهم هنايا في المغرب ولكن تفقدات. ارشيف ما كاينش. بغاو اللعابه اليوم يشوفوا فاموس اللي كيسمعوا عليه، بغاو يشوفوا احمد فارس، محمد البوساتي اللي باقي الان عنده رقم قياسي ديال الاهداف، يشوفوه الناس هاد الاجيال هادي سيرتو الكويريه ديال دابا. ما كاينينش مباريات ديالو، كاين اللهم بعض اللقطات اللي مشدودين من بعيد يعني ما كتشوف والو، في حين انه في دول اخرى مثلا البرازيل تقدر تشوف غارينشا في 1958 لاعب مقابله كلها، تقدر تشوف بيلي، تقدر تشوف بوبي تشارلتون، بورتون المقابلات ديالها كانت مسجله. غير الوداد في اواخر السبعينات اللي كان عنده واحد الفريق قوي، عبد الخالق بريفرا، صحيته، شيشه، بيسو، الشهاب، ما شافوهمش كيسمعوا عليهم. هادو مباريات كانوا يتنقلوا في التلفازه الوطنيه. حاولنا نتصلوا بالناس اللي كانوا خدامين في التلفازه، كاين اللي قال لنا الانتقال المانيتيك للديجيتال ضاعوا فيه، كاين اللي قال لنا تسجلوا فوق منهم هادوك لي بوند اللي كانوا. لا خبر، لا خبر على الارشيف اللي مهم اللي كيأرخ واللي كيوثق الانجازات ديال المغرب، وحنا كانوا عندنا هاد اللقطات اللي كنا نخدموا بهم دابا يشوفوهم هاد الاجيال. هاد الامر راه كيقودنا لواحد التساؤل، ياك ما من هنا لقدام هادشي اللي كيوقع دابا ما كيتارشيفاش، واخا هي امر مستبعد جدا ولكن كيتخلع بنادم، لان حتى المباريات ديال اوائل الثمانينات يلاه كنلقاو منهم شي حاجه في الويب، كنلقاو منهم شي حاجه في انترنت، لقطات التكريميه ديال احرضان مع ليفربول، حكا من هنا، المنتخب المغربي مقابله حبيه، ما كاينش داك الشيء اللي منظم وترجع التلفازه تفكر الناس بواحد الارشيف، يعني تدير ملخص، تدير لقطات، تدير مباريات كاملين كاع، راه ما بداتش الكره في التسعينات ولا في الثمانينات، راه كانت، وهذيك ديال السبعينات كانوا اللعابه يعني موهوبين لواحد الدرجه ما تصورش، خاص الدليل باش يشوفوا، ما كاينش الارشيف. شكون غنلومو في هادشي؟ اش بالك؟